ازيكم عاملين ايه؟ اتش تي سي لسه مطلعه اتش تي سي 1 ام 9 من حوالي 4 5 ساعات، فدي اكتر خمس حاجات عجبتني جدا في الموبايل. يلا بينا. في المركز الخامس الكيس، الكيس بتاعت الاتش تي سي 1 ام 9 احط فيها شويه فيتشرز لذيذه جدا جدا بصراحه. انا متحمس جدا ازاي الكيس دي هيبقى شكلها على الموبايل، ودي هتوفر باتري كويس جدا جدا بالنسبه لبقيه الكيسز. بقيه الكيس مجرد نفتح الفليب الشاشه كلها تنور، دي والفليب مقفول بتعمل. انا متحمس جدا اشوف هي ممكن تعمل ايه كمان. في المركز الرابع الفرونت كاميرا، الفرونت كاميرا فيها f2.0، دي تفرق في اللو لايت شوتينج في النور قليل بطريقه رهيبه. اللو لايت هيبقى خرافه. هي الاس 6 كانت وصلت f1.9، هي اعلى منها سنه صغيره، احسن منها سنه صغيره، بس الاف 2.0 هتفرق جدا. وعلى كلام اتش تي سي بيقولوا ان هي تفرق في 300% مور لايت، يعني ثلاث مرات صوره احسن، ما لايت اكتر صوره احسن. في المركز الثالث البروسيسور، البروسيسور ده بصراحه يعني انا مش متخيل ازاي اوكتا كور بروسيسور سناب دراجون 8. البروسيسور ده 64 بيت اركيتكتشر، وعلى كلام اتش تي سي البروسيسور ده بيقدر يوصل داونلود سبيدز ل 450 ميجا بيتس بير سكند، ده رقم مهول. في المركز الثاني الديزاين، الديزاين بتاع اتش تي سي 1 ام 7 ام 8 ودلوقتي في الام 9، الديزاين احسن ديزاين موبايل هاندز داون، مش عايز كلام، ده احسن ديزاين موبايل شفته في حياتي لغايه دلوقتي. وفي المركز الاول السبيكرز، السبيكرز دي كانت موجوده من الاتش تي سي 1 ام 7 وام 8، بس الفكره ان هما كانوا ستيريو زمان وكان صوتهم خرافه، يعني هاندز داون ده احسن صوت في السوق، احسن موبايل فيه سماعات. الفكرة ان هما في ال HTC One M9 كمان اخدوها لنكست ليفل بشاعة، خلوها 5.1 شانل اوديو، يعني كأن سيستم سماعات واقف جنبي. واو، 5.1 شانل اوديو على سمارت فون فرونت فيسنج سبيكرز، عمرها تبقى احسن من كده. طبعا في حاجات تانية كانت حلوة جدا في الموبايل، حاجات زي مثلا الباك كاميرا، اخيرا طلعنا برا الالترا بيكسل، بقينا 20 ميجا بيكسلز كاميرا. كويسه بس يعني انا ما عملتش تيست لسه الكاميرا عشان اقول عليها واو، بس هي كويس. دي تقريبا كانت كل حاجه اتش تي سي 1 ام 9. بصراحه متحمس جدا، هم على كلامهم بيقولوا في مارش 30 هيطلع الموبايل في السوق، فدي حاجه انا متحمس لها جدا، ويعني كانت ويت. اوكي، لو عجبك الفيديو لايك، ما عجبكش ديسلايك. حاسس ان الموضوع معقد جدا، في كومنتس تحت هنا اكتبوا اللي انتوا عايزينه، في زر سبسكرايب هنا اهو 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 اهو، دوس عليه لو عايزين تشوفوا الفيديوز اللي جايه. ان شاء الله الموبايل هيجي، ويعني في فيديوز تانية كتير جاية عليه، وفي بروجكت كنت شغال عليه مع واحد صاحبي، كنا بنبني كمبيوتر، فكنت عملت انبوكس وريفيو لل 770 جرافيكس كارد جي تي اكس 770، فان شاء الله في خلال يوم يومين بكتير جدا هكون ابلودد، فستي سبسكرايب، اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.